تخيل انك تاخذ شقة عندنا في مشروع سمارت هوم وتتحكم فيها فقط بلمسة زر عن طريق الابليكيشن. نعم، بضغطة زر. شركة الفيحاء المتحدة للتطوير العقاري يابو لكم مشروع ضخم في مرتفعات المطار بعد نجاح مشاريعهم المختلفة، مشروع سمارت هوم. كيف سمارت هوم؟ شقتك ولكن تتحكم فيها بجهازك. يا رجل، بغيت قهوتك بضغطة زر قهوتك تكون جاهزة، بغيت الكاميرات، بغيت التلفزيون، الستاير، كل حاجة في البيت تبى تتحكم فيها من خلال التطبيق. غير كذا بعد، بغيت تصلح، بغيت صيانة، لا تتصل في العامل وينك تعال سوي. أيضا من خلال التطبيق تقدر تطلب اللي تباه وتحجز اللي تباه في سمارت هوم. بنسهل لكم أكثر. لما تأخذ شقتك من سمارت هوم، غير أنك تتحكم كل حاجة بشقتك من خلال التطبيق، كذلك بغيت اللوندري، بغيت الصيانة، بغيت السينما، بغيت الرعاية الطبية، أي خدمة تباها بعيدة عنك من خلال التطبيق تصبح قريب منك وتيك لشقتك. هذا المشروع الفريد من نوعه على مستوى الشرق الأوسط راح يكون في سلطنة عمان. هذا المشروع اللي يقول لك تعال وارتاح ولا تتعب نفسك، حتى السويج لا تمس بيديك. يا جماعة، اللي يميزه أن البناء على مساحة 13,000 متر، أكثر من 340 شقة. تخيلوا بأن فقط 3 أدوار بيسمنت، يعني أكثر من 800 موقف. يا جماعة، شو هالمشروع الضخم؟ شقتك هني فعلا راح تريحك أنت مع عالم التكنولوجيا في سمارت هوم. هذا المشروع راح يجهز في 2027، يعني بعد 3 سنوات من الآن. ولكن الأجمل أنكم لما بتاخذوا شقة عندكم فترة سداد على مدى 5 سنوات، يعني ادفع على راحتك 20% بالطرح، خلاص راح المتبقي أقل بعد من 80%. كيف طريقة الدفع؟ آلاء بتخبركم. أنا آلاء البلوشي، وإن شاء الله بنكون بانتظاركم للحجز والاستفسار. أرقامنا ظاهرة عندكم.